السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا في فيديو جديد من قناه طيور احمد بدوي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الدجاج البرهمه ونعرف مواصفاته ونعرف اصله ايه بالظبط ونعرف كل المعلومات عنه ان شاء الله في الفيديو ده. بس قبل ما ابدا احب افكر الناس اللي بتتابعني لاول مره تدوس اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس هيوصلها مني كل ما هو جديد باذن الله عن الدجاج الزينه. اول حاجه مبدئيا الدجاج البرهمه ليس دجاج اصلي السلاله، بمعنى يعني هو دجاج مهجن واللي مهجناه طبعا بعض الدول، كل دوله هجنت الشكل اللي هي عايزاه، زي مثلا في دجاج معانا تركي حلو الكلام وفي معانا دجاج امريكي. بس كانت الفكره الاول كانت امريكا اللي عاملاها واول تهجين البراهمه من الديك الهندي والفراخ الكوشين. الديك الهندي والفراخ الكوشين، الكوشين العملاق، الكوشين العملاق ده سلاله صينيه كبيره الحجم كتيره الريش، تمام؟ والهندي كبير الحجم وكبير العظم وضخم وجريء وفي كل المواصفات اللي هي ممكن نعمل منها سلاله جميله. فضافوا السلالتين على بعضيهم، تمام؟ دخلوا الهندي على الكوشين فجاب معانا السلاله اللي ما شاء الله البراهمه الزينه اللي هي كثيفه الريش. طيب مميزات الفراخ البراهمه كثيره البيض، بتنتج بيض ما شاء الله حجم البيضه بتاعتها كبير، بتنتج وزن برضو بيبقى فيها وزن ما شاء الله. تاني حاجه منتجه للريش وللزينه. ومميزات الفراخ البراهمه ان هي هاديه جدا، ما بتتحركش زي ما احنا شايفين كده في الفيديو، بتمشي هاديه اللي هي ممكن تعيش في جنينه، تعيش فوق سطح، مش اللي هي يعني بتنطط وبتطير وبتعمل مشاكل، لا الفراخ هاديه فوق ما تتخيل، ممكن عادي تروح تمسك فرخه عادي ما تجريش ولا تطير. فهي مواصفاتها حلوه ولحمتها من احسن لحوم في الفراخ عامه، يعني هنتكلم ممكن تكون هي بعد اللامبرجيني على طول الدجاج البرهمه. طبعا النباح بتاعه اللي هو لما بيجي يأذن، تمام، صوته تخين مش رفيع زي الفراخ العاديه، لا صوته تخين قوي، ليه صوت كده جميل غير صوت الديوك العاديه. طبعا ما شاء الله ديله الوانه جميله جدا، في كل الالوان، في الابيض في الاحمر في كل الالوان طبعا. فطبعا دي مميزات الفراخ البراهمه. المناعه طبعا مناعتهم كويسه جدا، بيحب الشتاء اكتر من الصيف عشان كثره الريش اللي عنده. اشتغل على حضرتك، لو عجبك الفيديو واستفدت دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس هيوصلك مني كل ما هو جديد باذن الله عن الدجاج البراهمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.